كابتن أسامة، ما شاء الله عليك، عديت يمكن ال 400 مباراة، يعني ليك أكتر من 400 مباراة من خلال مسيرتك. ويمكن كنتوا لسه بتتكلموا في الفاصل إنه حتى عدد المباريات أو البطولات ما كانش كتير قوي كده زي النهاردة في التوقيت الحالي. هتكلم عن ده بالتفصيل، بس قبل ما نتكلم فيه بالتفصيل عايزة أعرف، طبعا مش هنتكلم عن الهجوم الشرس أو المبالغ فيه على النادي الأهلي بعد مباراة القمة، لأن ده ملف وعديناه وطويناه، وإحنا دايما يعني بنعدي الأحداث دي بسرعة جدا. لكن عايزة أبدأ كلامي مع حضرتك برسالة أو نصيحة تحب توجهها لعبتنا ومحاولات البعض التأثير عليهم سلبا. تحب تقول إيه في الأول كده للعبتنا، فرقة النادي الأول نادي الأهلي، تقول لهم إيه من خلال البيت الكبير؟ يعني أكيد في رسالة للعيبة، بس قبليهم الجماهير، لانه الجماهير هي عصب كره القدم، وبالنسبه لنا احنا بالذات في النادي الاهلي جماهير محرك كبير قوي لينا، ويعني ياما اسعدونا، هم اللي اسعدونا، مش هقول احنا اللي اسعدناهم، هم اللي اسعدونا، بيبقوا في اشد الاوقات بيبقوا معانا، في الاوقات الحلوه بيبقوا معانا. يعني مباراة وعدت، وارد ان احنا نخسر، وارد ان احنا نخسر، ما فيش شك ان الجمهور زعلان وده طبيعي. يعني طالما في جماهير وطالما في نادي كبير زي النادي الاهلي، زي ما الفرحة بتبقى كبيرة احيانا الخسارة بتبقى كبيرة. لكن الايام بتعدي، وياما احنا كسبنا وياما خسرنا ماتشات اهلي وزمالك، ولسه تاني هنقابلهم تاني، ده طبيعي في كرة القدم. فبقول لهم يعني ما تزعلوش، واللي جاي افضل ان شاء الله. بالنسبة للاعبتنا يعني هم فاهمين انه الامور دي بتمر في كرة القدم، فرق كبيرة بتخسر، لسه شايفين برشلونة ولسه شايفين باريس سان جيرمان في النهائي مع بايرن ميونخ، بيحصل يا موجعة شوية طبعا، بالذات لما بتكون ديربي بين الاندية الكبيرة زي الاهلي والزمالك، وبالذات في المنطقة العربية كمان. يعني هاني لعب كتير في اوروبا وعارف، بتبقى مؤثره مثلا لما ريال مدريد يكسب برشلونه، او برشلونه يكسب ريال مدريد، او بايرن بيكسب دورتموند. بس هم ما عندهمش العاطفه قوي بتاعتنا، احنا نفرح قوي 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 قوي، نزعل قوي قوي قوي، هم ما عندهمش دي، هي الحياه عندهم ماشيه ومستمره. احنا في افريقيا لا، بشكل عام يعني بشكل الدول العربيه، بتكلم على الدول العربيه، يا يعني مصر طبعا اولهم، والدول العربيه بصفه عامه، الدول العربيه يعني حتى من اكتر من الافارقه واكتر من طبعا الاوروبيين. يعني في متعصبين جامد قوي برضو في افريقيا. لا ما في متعصبين جدا. لا والاوروبيين متعصبين جدا، ما هو يعني لعب كتير وعارف. لكن انا اقصد الاحداث بتعدي اسهل شويه، احنا يعني زعلنا بيبقى قوي وفرحنا بيبقى قوي. ما دي يعني برضو عندنا مشكله في الكابتن في الحته دي.